خديجة أجمل سلطانة بالدنيا، هلأ انكتب كتابكم وصرتي على ذمة الوزير الأعظم إبراهيم باشا. الله يسعدك ويهنيكي يا بنتي الحلوة. يكون آخر يوم عندك. الله يخليكي لا تحرميني من حنانك وعطفك. حبيبتي دستور السلطان سليمان المعظم. خديجة أختي الغالية وحبيبة قلبي، أنا كنت وعدك وعد واليوم رح أوفي بوعدي لإلك. صار لي فترة عم بشتغل بهذا الطوق ليكون هدية عرسك. بوعدك إني ما شيله من رقبتي طول ما فيني نفس يا مولاي السلطان. حسب أوامر السلطان سليمان وعلى سنة الله ورسوله والحمد لله، قمنا اليوم بكتابة كتابكم على السلطانة خديجة بحضور إياس باشا وكل الوزراء الحاضرين، وسيكون مصطفى باشا وكيل العروس بإذن الله. إبراهيم باشا بتمنى لكم السعادة والخلف الصالح. ألف مبروك إن شاء الله. أنا جايب لك هالهدية بس بنبسط كتير إذا بتقبلوها مني. بلكي بيوم من الأيام حبيت تطلع على الصيد، ضروري تصلح الشبكة وبتتذكرني بابا. بابا وجودكم جنبي هو أكبر وأغلى هدية بالنسبة لي، ما بتتخيل قدي أنا مبسوط فيك وبأخيريكم. هالهدية صدقني ما رح تخليني انسى اصلي بنوب، وقد ما كبرت رح ضل احمله وانا متاكد انه رح يجيب لي الحظ. صاروا 9 أيام، قديش بده يستمر هالعرس؟
هالشي بيرجع لمزاج إبراهيم باشا. قالوا اليوم رح يطلع موكب العروس من القصر. امبارح وزعوا ذهب ورموهم فوق روس العالم وعملوا سفرة كبيرة أكلت الناس كلها منها. الله يكتر خيره. ما بيصير يصرفوا أموال الدولة بهالطريقة هي. تفضل خزينة بعدين. عادي، بكرة السلطان بيعمل حملة تانية وبيعبي الخزينة. باين ما بقى يعمل حملات ورح يمضيها حفلات. شو هالحكي الفاضي؟ السلطان رح يعمل حملات كتير لسه. لك بعد ما أكلتوا وشربتوا جايين عم تحكوا على مولانا السلطان بدل ما تروحوا تشكروه؟ لازم أنت تروح تشكروا على هالكرش اللي ناتعوا. باينتك ما عم تخلي أكل بالقصر. شو قلت؟ ولك يا قليل الأدب، أنت فهمان شو معنى الحكي اللي عم تقوله ولا؟ فعلاً وقح وما بتستاهل المعروف، واحد بلا أصل. ولك حرام الواحد يقدم لكم شي حتى لو كانت زبالة. قليل الأدب، أول بالك، قليل الترباية. فوه عليك. خليكي جنبي، خوفك هاد ما قلو داعي. السعادة عم تستناكي يا سلطانة. قديش هاليوم حلو، كلهم مبسوطين وفرحانين، مو هيك يا سلطانة؟ ويام خانو، بعرف انه مو هاد اللي حاسة فيه. انت هلأ عم تكذبي وهالشي واضح. لا تحاولي تخدعيني لأني بعرف اللي جوات قلبك. بنصحك تخلي علاقتك معي منيحة لمصلحتك أنت وولادك. العروس، قصدي الموكب، من وين رح يمر؟ ليك بالاول رح يجوا من هداك الطريق هيك ورح يطلعوا دغري. خليك انت استنى. ماشي، شكرا. أهلين. يسلم. بتاريخ الدوله كلها ما صار هيك عرس كبير. ايه والله، اكيد بيكونوا صرفوا على العرس الفخم كل شيء كسبناه من حمله رودوس. ومشان مين؟ مشان ابراهيم باشا المدلل. وما عم يخلص هالعرس، صار لهم 9 ايام لهلا، وعم بيقولوا بده يستمر أكتر.